اللي شخصتوها في حركة السوداني على مدار 35 يوم. السبت القادم أيضا ستكون هناك تظاهرة تذكير بالمطالب بمشاركة. السبت القادم ستكون مظاهرة؟ يوم 9 بالشهر في ساحة النسور راح تكون تظاهرة أيضا للتأكيد على المطالب وتحديد سقوف زمنية من قبل السيد الشاه السوداني بعدما تم تقديم مطالب قبل 3 أسابيع، وطالبنا فقط لجدولة زمنية ولم نطالب بالتنفيذ. فعليهم أن يكون هناك خطاب. هذه التظاهرة ستكون مشتركة بالقوى السياسية المنضوية في قوى التغيير وأيضا قوى الاحتجاج بجميعها، ونحن ننظر وننضج لمشروع ناضج في في شنو الأخطاء اللي شخصتوها بهذه الفترة؟ فترة ما الشهر؟ ما شخصنا احنا أخطاء. ليش شخص احنا نقول هاي حكومة بعده ما متجاوز السقوف الزمنية لوجودها لحد هذا اليوم. لكن احنا قدمنا ورقة مطالب، طالبنا السيد السوداني بتكون جدولة زمنية. بعد 90 يوم استاذ علي اذا ماكو هذه السقوف الزمنيه اللي قدمها بالحديث، اذا ما كان على الاقل اجابه على مود لجنه تقصي الحقائق بخصوص شهداء تشرين، انا اعتقد سيكون هناك تسيطر.